واول ما يبقى عندك جديد قول لنا على طول علشان نروح نتفرج على الحاجات اللي انت بتقدمها لان احنا كاننا بنكون سافرنا بلاد كتيره واحنا قاعدين جوه مكاننا انا بس في تحيه سريعه كده عشان ليا صديق بيتفرج على البرنامج وهو أكيد. يعني كان من الاسباب محمد يسري وهو بيتفرج علينا ان هو المكان اللي هو فيه يعني بيتفرج على القناه الاولى فبحيي محمد يسري ميرسي قوي بس كده